Baget Company, Arap ve yabancı şirketlere Türkiye'den danışmanlık hizmeti sunuyor. Biz de firma sahibi, Suriyeli iş adamı Walid El Safadi'yi ziyaret ederek Türkiye'deki çalışmaları hakkında bilgiler alıyoruz. أنا from Syria. قدمت من سوريا في 2014. اشتغلت هنا في تركيا لفترة وبعد ذلك أسست شركتي. الشركة الأولى هي شركة بودجت الاستشارات والتطوير. هي شركة متخصصة بتقديم الخدمات الخاصة بتطوير الأعمال والاستشارات للشركات العربية والأجنبية التي تستثمر في تركيا. صراحة نحن نعمل مع زبائن من مختلف دول العالم. على سبيل المثال لدينا زبائن في بريطانيا في مانشستر في بريطانيا لدينا زبائن في الكويت والإمارات مؤخرا بدأنا في العمل مع زبائن في السعودية ولكن نحن خدماتنا مقدمة إلى جميع الزبائن في أنحاء العالم من اللحظة الأولى التي أسسنا فيها شركتنا نحن مؤمنين بالعمل عن بعد لذلك ونستخدم أدوات مميزة لتساعدنا وتساعد فريقنا وتساعد عملائنا باستمرار هذه الخدمات فالوجود الجغرافي هو ليس عائق لدينا وجودنا نحاول أحيانا التوسع في دول أخرى أو في محافظات أخرى هنا في تركيا ولكن خدماتنا منتشرة إلى كل أنحاء العالم فريقنا يتحدث ثلاث لغات العربية التركية والإنجليزية وذلك يميزنا أيضا في السوق ويساعدنا على خدمة عدد عملاء أكبر. لدينا خطة قبل نهاية العام للتوسع بتركيا في محافظتين على الأقل ونحن في المراحل الأخيرة من ذلك. بالإضافة هناك عدد كبير من الشراكات يتم التحضير لها في دول الخليج كما قلت سابقا لدينا توسع في عمان وفي السعودية فلذلك نعمل على توقيع شراكات مع شركاء بتلك البلدان لتطوير هذه الأعمال لما يخدم مصلحة تركيا ومصلحة هذه البلدان ومصلحتنا بالنهاية عند تقديم الخدمة أن نرى أثر هذه الخدمة على العميل وليس فقط توقيع العقد والحصول على الأموال لذلك سمعتنا مهمة بالدرجة الأولى Our website is budget-cv.com and the same name for our social media page.